تبارك الله إلهنا كل حين الآن وكل آن وإلى دهر الداهرين آمين. المجد لك يا إلهنا ورجاءنا المجد لك أيها الملك السماوي المعزي روح الحق الحاضر في كل مكان والمالئ الكل كنز الصالحات ورازق الحياة هلم اسكن فينا وطهرنا من كل دنس وخلص أيها الصالح نفوسنا. قدوس الله قدوس قوي قدوس الذي لا يموت ارحمنا. قدوس الله قدوس قوي قدوس الذي لا يموت ارحمنا. قدوس الله قدوس قوي قدوس الذي لا يموت ارحمنا. المجد للآب والابن والروح القدس الآن وكل آن وإلى دهر الداهرين آمين. أيها الثالوث القدوس ارحمنا يا رب اغفر خطايانا يا سيد تجاوز عن سيئاتنا يا قدوس اطلع واشفي أمراضنا من أجل اسمك يا رب ارحم يا رب ارحم يا رب ارحم. المجد للآب والابن والروح القدس الآن وكل آن وإلى دهر الداهرين آمين. أبانا الذي في السماوات ليتقدس اسمك ليأتي ملكوتك لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. خبزنا الجوهري أعطنا اليوم واترك لنا ما علينا كما نترك نحن لمن لنا عليه ولا تدخلنا في تجربة لكن نجنا من الشرير. لأن لك الملك والقدرة والمجد أيها الآب والابن والروح القدس الآن وكل آن وإلى دهر الداهرين آمين. يا رب ارحم 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 يا رب ارحم. المجد للآب والابن والروح القدس الآن وكل آن وإلى دهر الداهرين آمين. هلما لنسجد ونركع لملكنا وإلهنا. هلما لنسجد ونركع للمسيح ملكنا وإلهنا. هلما لنسجد ونركع للمسيح هذا هو ملكنا وربنا وإلهنا. فاض قلبي كلمة صالحة أقول أنا أعمالي للملك لساني قلم كاتب سريع الكتابة. جمالك أبهى من بني البشر إن سكبت النعمة على شفتيك لذلك باركك الله إلى الأبد. تقلت سيفك على فخذك أيها القدير بحسنك وجمالك. تشدد وانجح واملك من أجل الحق والدعة والبر فتهديك بأعجوبة يمينك. نبالك مسنونة أيها القدير في قلوب أعداء الملك والشعوب تحتك يسقطون. عرشك يا الله إلى دهر الداهرين. عصى ملكك عصى استقامة. أحببت البر وأبغضت الإثم لذلك مسحك الله إلهك بزيت البهجة أفضل من شركائك. من ثيابك فاح المر والميعة والسليخة. طيوب من أوان العاج الثمينة أبهجك شذاها وقد أعدتها لإكرامك بنات الملوك. قامت الملكة عن ميامنك متردية ومزينة بثوب مذهب. اسمعي يا بنت وانظري وأميلي أذنك وانسي شعبك وبيت أبيك فيشتهي الملك حسنك لأنه هو ربك وله تسجدين. وبنت صورة تأتيك بالهدايا لوجهك يتضرع أغنياء الشعب. ابنة الملك في الداخل متردية ومزينة بأشرطة ذهبية يأتي في إثرها عزار إلى الملك. عزار مقربات منها يؤتى بهن إليك. يؤتى بهن بفرح وسرور مسوفات إلى هيكل الملك. ولد لك بنون عوضا عن أبائك وستنصبيهم رؤساء على الأرض كلها. سأذكر اسمك في كل جيل وجيل لذلك تعترف لك الشعوب إلى الأبد وإلى أبد الآبدين. اللهم أعطي حكمك للملك وعدلك لابن الملك فيحكم لشعبك بالعدل ولفقرائك بالإنصاف. لتحمل الجبال سلاما والتلال برا لشعبك. يقضي لفقراء الشعب ويخلص بني البائسين ويذل الباغي. ويدوم ما دامت الشمس ويسبق القمر بأجيال الأجيال. ينزل كالمطر على الجزة وكالقطرة القاطرة على الأرض. يشرق في أيامه العدل وكثرة السلام إلى أن يضمحل القمر
ويملك من البحر إلى البحر ومن النهر إلى أقاصي المسكونة. أمامه يجثو أهل الحبشة وأعداؤه يلحسون التراب. ملوك ترشيش والجزائر يحملون إليه الهدايا. ملوك العرب وسبا يقربون له العطايا. ويسجد له جميع ملوك الأرض وتتعبد له جميع الأمم، لأنه نجى الفقير من الطاغي والمسكين الذي لم يكن له معين. يشفق على المسكين والبائس ويخلص نفوس الفقراء، ينقذ أنفسهم من الربا والظلم ويكون اسمه شرفا لهم، ويعيش ويعطى له من ذهب العرب، وبواسطته يصلون دائما ويباركونه في كل يوم، ويكون سندا في الأرض حتى قمم الجبال، ويعلو ثمره فوق لبنان، ويزهر أهل المدن مثل عشب الأرض، ويكون اسمه مباركا إلى الأدهار، ويدوم اسمه أكثر من الشمس، وتتبارك به جميع قبائل الأرض، وتغبطه كل الأمم. تبارك الرب إله إسرائيل الصانع العجائب وحده، وتبارك اسم مجده مدى الدهر وإلى أبد الأبد، وتمتلئ من مجده الأرض كلها ليكن ليكن. قال الرب لربي: اجلس عن يميني حتى أجعل أعداءك موطئا لقدميك. عصا قوة يرسل لك الرب من سهيون فتسود في وسط أعدائك. لك السيادة في يوم قوتك في بهاء قدسيك. من البطن قبل كوكب الصبح ولدتك. حلف الرب ولن يندم أنك أنت الكاهن إلى الأبد على رتبة ملك صادق. الرب من عن ميامنك يحطم الملوك في يوم غضبه. يقضي في الأمم يكثر الجثث، يرد رؤوس كثيرين على الأرض. من الوادي يشرب في الطريق لذلك يرفع رأسه. المجد للآب والابن والروح القدس الآن وكل آن وإلى دهر الداهرين. آمين. أؤمن بإله واحد آب ضابط الكل، خالق السماء والأرض، كل ما يرى وما لا يرى، وبرب واحد يسوع المسيح ابن الله الوحيد، المولود من الآب قبل كل الدهور، نور من نور، إله حق من إله حق، مولود غير مخلوق، مساو للآب في الجوهر، الذي به كان كل شيء، الذي من أجلنا نحن البشر ومن أجل خلاصنا نزل من السماء وتجسد من الروح القدس ومن مريم العذراء وتأنس، وصلب عنا على عهد بيلاطس البلطي، وتألم وقبر، وقام في اليوم الثالث على ما في الكتب، وصعد إلى السماء وجلس عن يمين الآب، وأيضا يأتي بمجد ليدين الأحياء والأموات، الذي لا فناء لملكه، وبالروح القدس الرب المحيي المنبثق من الآب، الذي هو مع الآب والابن مسجود له وممجد، الناطق بالأنبياء، وبكنيسة واحدة جامعة مقدسة رسولية، وأعترف بمعمودية واحدة لمغفرة الخطايا، وأترجى قيامة الموتى والحياة في الدهر الآتي. آمين. معنا هو الله، فاعلموا أيها الأمم وانهزموا، لأن الله معنا. اسمعوا إلى رقص الأرض، لأن الله معنا. أيها الأقوياء انغلبوا، لأن الله معنا. لأنكم وإن قويتم ستنغلبون أيضا، لأن الله معنا. وأي رأي افتكرتم به يلاشيه الرب، لأن الله معنا. وأي قول قلتموه لا يثبت فيكم، خوفكم
ولا نتقيه ولا نتزعزع له لأن الله معنا والرب إلهنا فهو الذي نقدسه ويكون لنا خوفا لأن الله معنا وإن كنت عليه متوكلا كان هو لتقديسا لأن الله معنا فسأكون عليه معولا فأخلص به لأن الله معنا ها أنا ذا والأولاد الذين أعطانيهم الله لأن الله معنا إن الشعب السالك في الظلمة قد أبصر نورا عظيما كانوا في بلد الموت وظلمته نور يشرق عليكم لأن الله معنا لأنه قد ولد لنا صبي ربنا نعطينا لأن الله معنا وهو الذي رئاسته على عاتقه لأن الله معنا وسلامه ليس له حد لأن الله معنا ويدعى اسمه رسول الرأي العظيم لأن الله معنا مشيرا عجيبا لأن الله معنا بتجسدك يا رب تطبع الألوهية ذاتها في البشرية لتتزين البشرية بطابع الألوهية إذ أخذت ما ليس من طبيعتك لتوضح لي أنه ليس مستحيل علي أن أبدل إرادة السيئة فيا من فتحت السماوات ونزلت إلينا علمنا أن نفتح أبواب القلوب فنغفر للمسيئين إلينا ونعطي إخوتنا بتحنن يشابه حبك Oh.
المجد للآب والابن والروح القدوس. شق حجب السماء وجاء أرض الفناء رسول الرأي العظيم لينقذ من موت جنسا لنا من الأشقياء. الآن وكل آن وإلى دهر الدهرين آمين. ولادة من بتول أمر يثير الذهول، كيف المعطي الشريعة صار تحت الشريعة تقرأ في هذه العشية المباركة ثلاث قراءات. القراءة الأولى من نبوءة دانيال النبي. الحكمة لنصغي. وقال دانيال لنبوخذ نصر: إنك أيها الملك كنت تنظر فإذا بتمثال واحد، وكان ذلك التمثال كبيرا وطلعته بارعة واقفا أمامك، وكان منظره هائلا، وكان رأس التمثال من ذهب خالص، ويداه وصدره وذراعاه من فضة، وبطنه وفخذاه من نحاس، وساقاه من حديد، وقدماه بعضها من حديد والبعض من خزف. وفيما أنت ناظر إذ انقطع حجر من جبل لا بيد، فضرب التمثال على قدميه اللتين من حديد وخزف فسحقهما إلى الغاية. حينئذ انسحق الخزف والحديد والنحاس والفضة والذهب معا، وصارت كعصافة البيدر في الصيف، فحملتها الريح حتى لم يبق لها أثر. أما الحجر الذي ضرب التمثال فتحول إلى جبل كبير وملأ الأرض كلها. هذا هو الحلم، أما تفسيره فهذا ما نخبر به الملك: يقيم إله السماوات مملكة لا تنقض إلى الأبد، وملكه لا يترك لشعب آخر، فتسحق وتجتاح جميع الممالك وهي تثبت إلى الأبد، على نحو ما رأيت أن حجرا انقطع من جبل لا بيد فسحق الخزف والحديد والنحاس والفضة والذهب. فالإله العظيم قد أطلع الملك على ما سيحدث في الأيام الآتية، فالحلم حقيقة وتفسيره صدق. القراءة الثانية من نبوءة إشعياء النبي. الحكمة لنصغي. لن يخيم ظلام على التي تعاني من الضيق، فكما أذل الله في الزمن الغابر أرض زبولون ونفتالي، فإنه في الزمن الأخير يكرم طريق البحر وعبر الأردن جليل الأمم. الشعب السالك في الظلمة أبصر نورا عظيما، والمقيمون في أرض ظلال الموت أضاء عليهم نور. كثرت الأمة وزدتها فرحا، ابتهجوا في حضرتك كما يبتهجون في أواني الحصاد، وكما يبتهج الذين يتقاسمون الغنائم. لأنك قد حطمت كما في يوم مديان نير ثقله وعصا كتفه وقضيب مسخره، إذ كل سلاح المتسلح في الوغى وكل رداء ملطخ بالدماء يطرح وقودا للنار ويحرق. لأنه يولد لنا ولد ويعطى لنا ابن يحمل الرئاسة على كتفه، ويدعى اسمه رسول الرأي العظيم، مشيرا عجيبا، إلها قويا، مسلطا، رئيس السلام أبا الدهر الآتي. رئاسته عظيمة وسلامه ليس له حد، على كرسي داود وعلى مملكته يجلس ليثبتها ويعضدها بالإنصاف والعدل من الآن وإلى الأبد، إن غيرة رب الصباؤوت تصنع هذا. القراءة الثالثة من نبوءة إشعياء النبي.
الحكمة لنصغي. وعاد الرب فكلم آحاز قائلا: سل لنفسك آية من عند الرب إلهك، إما من العمق وإما من العلاء. فقال آحاز: لا أسأل ولا أجرب الرب. عندئذ قال إشعياء: اسمعوا يا بيت داود، أقليل عندكم أن تسئموا الناس حتى تسئموا الرب أيضا؟ فلذلك يؤتيكم الرب نفسه آية، ها إن العذراء تحبل وتلد ابنا ويدعى اسمه عمانوئيل، معنا هو الله، فاعلموا أيها الأمم وانغلبوا. اسمعوا كلكم حتى أقاصي الأرض، أيها الأقوياء انغلبوا، لأنكم وإن قويتم فستنغلبون أيضا، وأي رأي افتكرتم به يلاشيه الرب، وأي قول قلتموه لا يثبت فيكم، لأن الله معنا. والسبح لله دائما. وشددنا بحبك.
تلف الرب ولن يندم. أنك أنت الكاهن إلى الأبد على رتبة ملك صادا. يا ربنا الآتي يا عمانوئيل أنرنا بإشراقك مبددا أحزاننا وشددنا بحبك مثبتا إيانا في الرجاء. يا ربنا الآتي يا عمانوئيل أرسل كلمته فشفى أشرق النور في الظلام للمستقيمين. الرب رؤوف ورحيم وصديق. يا ربنا الذي يا عمانوئيل أنرنا بإشراقك مبددا أحزاننا وشددنا بحبك مثبتا إيانا في الرجاء. يا ربنا الآتي يا المجد للآب والابن والروح القدس. يا رب إن الأنبياء قد فرحوا لأنهم يشاهدون تحقيق الوعود بتجسدك. إذ أشرقت أنوارك في ظلمة الكون مفتتحا الآن وكل آن وإلى دهر الداهرين. آمين. إليه
مطلع الرسالة باللحن الأول. من البطن قبل كوكب الصبح ولدتك. أرسل الله فداء لشعبه اسمه قدوس ومرهوب. من البطن قبل كوكب الصبح الحكمة. فصل من رسالة القديس بولس الرسول إلى أهل فيلبي. لنصغي يا إخوة، ليكن فيكم الفكر الذي في المسيح يسوع أيضا، الذي إذ هو في صورة الله لم يكن يعتد مساواته لله اختلاسا، لكنه أخلى ذاته آخذا صورة عبد صائرا في شبه البشر وموجودا كبشر في الهيئة، فوضع نفسه وصار يطيع حتى الموت، موت الصليب. فلذلك رفعه الله ووهبه اسما يفوق كل اسم، لكي تجثو باسم يسوع كل ركبة مما في السماوات وما على الأرض وما تحت الأرض، ويعترف كل لسان أن يسوع المسيح رب لمجد الله الآب. السلام لك. هللويا باللحن الأول. فلك يخبر بأعمال يديه. هللويا هللويا هللويا.
يبث خبرا إلى نهار، وليل يبدي علما لليل. هللويا الحكمة. فلنستقم ولنسمع قراءة الإنجيل المقدس. السلام لجميعكم. ولروحك. فصل شريف من بشارة القديس متى الإنجيلي البشير والتلميذ الطاهر. المجد لك يا رب المجد لك. لنصغي. إن مولد يسوع المسيح كان هكذا. لما خطبت مريم أمه ليوسف وجدت من قبل أن يجتمعا حبلى من الروح القدس. وإذ كان يوسف رجلها صديقا ولم يرد أن يشهرها هم بتخليتها سرا. وفيما هو متفكر في ذلك إذا بملاك الرب ظهر له في الحلم قائلا: يا يوسف ابن داود، لا تخف أن تأخذ امرأتك مريم، فإن المولود فيها إنما هو من الروح القدس، وستلد ابنا فتسميه يسوع، فإنه هو يخلص شعبه من خطاياهم. وكان هذا كله ليتم ما قيل من الرب بالنبي القائل: ها إن العذراء تحبل وتلد ابنا ويدعى عمانوئيل، الذي تفسيره الله معنا. فلما نهض يوسف من النوم صنع كما أمره ملاك الرب، فأخذ امرأته ولم يعرفها حتى ولدت ابنها البكرى. سماه يسوع. المجد لك يا رب المجد لك. البشرية.
الشعب السالك في الظلمة أبصر نورا عظيما، والجالسون في بلد الموت أشرق عليهم نور. ارتضى الغني الفقر لكي يغنينا، نزل العلي إلينا ليعلينا، فلنزهد بالأهواء والغنى والمجد الوطير، فتح لنا باب السماء فليتركن كل منا زلات الجميع أشرق النور، فلنسر ولنعطي المساكين. وأنت يا بيت لحم وأنت صغيرة، سيخرج منك مدبر يرعى شعب إسرائيل. هيا يا رعاة من الليل الدجيل، أشرقت أنوار المسيح الإلهي، وقدموا للسيد كالملائك التسابيح، أشرق لمن في ظل الموت مقيداً عديم الصوت. ويا مجوس هيا اسجدوا لمولد المسيح الرب الباهي. المجد للآب والابن والروح القدوس. نحن بالتفرد عنك قد أقصينا، أنت بتواضعك منك تدنينا. يا أيها الإله الذي لا يدنى من سنة، اتخذت طبع البشرية ولم تشارك في الخطية، وبالحب لفتنا إلى الأخي، نعطي مما تغنينا. الآن وكل آن وإلى دهر الداهرين آمين. بشر يا يوسف بقول صريح، داود الملك وجد المسيح، بمعجزة البتول التي سوف تلد، حمل الله الفصحي الماحي أثم حواء وآدم، ورنم له المجد لله في العالم. يا رب ارحم، 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 ارحمنا وخلصنا يا ابن الله الوحيد، يا من في كل وقت وفي كل ساعة في السماء وعلى الأرض مسجود له مجد، المسيح الإله الطويل الأناد، الكثير الرحمة الجزيل التحنن، الذي يحب الصديقين ويرحم الخطأ، الداعي الكل إلى الخلاص بموعد الخيرات المنتظرة. أنت يا رب تقبل منا في هذه الساعة طلباتنا، وسهل حياتنا إلى العمل بوصياك، قدس أرواحنا، طهر أجسادنا، قوم أفكارنا، نقي نياتنا، نجنا يا الله من كل حزن وشر ووجع، حطنا بملائكتك القديسين حتى إذا كنا بمعسكرهم محفوظين ومرشدين،
نصل إلى اتحاد الإيمان وإلى معرفة مجدك الذي لا يدنى منه، فأنك مبارك إلى دهر الداهرين. أمين. يا رب ارحم، يا رب ارحم، يا رب ارحم. المجد للآب والابن والروح القدس الآن وكل آن وإلى دهر الداهرين. أمين. يا من هي أكرم من الشروبيم وأرفع مجدا بغير قياس من السرافيم، التي من دون فساد ولدت كلمة الله، وهي حقا والدة الإله، إياك نعظم. باسم الرب بارك أيها الأب القديس. ليرأف الله بنا وليباركنا وليضئ وجهه علينا ويرحمنا. أمين. أمين. يا رب ارحم، 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 يا رب ارحم. أيتها الفاي قدسها والدة لله خلصينا. أيتها السيدة الطاهرة العذراء النقية عروسة الله العديمة العيب البريئة من الأدناس، يا من بمولدك المعز اتحد كلمة الله بالبشر وطبيعتنا المقصاة أكرنتها مع السماويين، يا رجاء من ليس لهم رجاء سواك وحدك، يا من هي معونة للمحاربين ونصرة مستعدة للمسارعين إليها، يا ملجأ كل المسيحيين، لا ترزنيني أنا الخاطئ الأثيم المتدنس بقبيح الأفكار والأقوال والأفعال بجملة ذاتي، الصار بالعزم الخامل عبدا عاطلا وللذات العمر خادما، لكن بما أنك أم للإله المحب البشر تحنني بتعطف علي أنا عبدك المفرط الخاطئ، وتقبلي من شفتي الدنيستين ما أقدمه إليك من الابتهال، وبالدالة الوالدية التي لك نحو ابنك ربنا وسيدنا ابتهلي إليه لكي يفتح لي جوانح محبته للبشر وتحننه وصلاحه، ويتجاوز عن النفوات التي تفوق الأحصاء، ويردني إلى التوبة ويجعلني لوصاياه فاعلا مختبرا. واحضري عندي دائما أيتها الرحيمة الشفوقة الوادة الخير والصلاح. أما في هذا العمر الحاضر فبحرارة الشفاء والمعونة امنعي عني طوارق المعاندين الرديئة وأرشديني إلى الخلاص، وأما في وقت خروج نفسي الشقية فتداركيني من حولي ولكتام مناظر الأشرار أقصي عني بعيدا، وأما في يوم الدينونة الرهيب فنجيني من العقوبات المؤبدة واجعليني وارثا لشرفي ومجد ابنك وإلهنا الغامض وصفه الذي أفوز به بواسطتك ونصرتك أيتها الفائقة القداسة والدة الإله سيدتي، بنعمة ورافات ابنك الوحيد ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح ومحبته للبشر الذي يليق له كل مجد وإكرام وسجود، مع به الذي لا بداءة له وروحه الكلي قدسه الصالح والصانع الحياة الآن وكل آن وإلى دهر الداهرين. أمين. وأعطنا أيها السيد إذ نحن منطلقون إلى النوم راحة النفس والجسد، واحفظنا من رقاد الخطيئة المدلهم ومن كل التذاذ شهوات الظلام الليلية، سكن جماح الأهواء، أطفئ سهام الشرير المحمات الثائرة علينا بغش، بطل شغب أجسادنا وأرقد كل معقولنا الأرضي الهيولاني، وامنحنا يا الله عقلا ساهرا وفكرا طاهرا وقلبا مستيقظا ونوما خفيفا معتقا من كل تخيل شيطاني، وانهضنا في وقت الصلاة ثابتين في وصاياك ومالكين على الدوام في ذواتنا ذكر أحكامك، وهب لنا أقوال تماجيدك طول الليل لنسبح ونبارك ونمجد اسمك الكلي الإكرام والعظيم الجلال أيها الآب والابن والروح القدس الآن وكل آن وإلى دهر الداهرين. آمين. أيتها المجيدة المباركة والدة الإله الدائمة البتولية، قدمي صلاتنا إلى ابنك وإلهنا متوسلة إليه لكي يخلص بك نفوسنا. الآب رجائي والابن ملجئي والروح القدس وقائي أيها الثالوث القدوس المجد لك. عليك وضعت كل رجائي يا والدة الإله، فاحفظيني تحت ستر وقايتك. المجد لك يا إلهنا ورجاءنا المجد لك. المجد للآب والابن والروح القدس الآن وكل آن وإلى دهر الداهرين. أمين. يا رب ارحم، يا رب ارحم، يا رب ارحم.
باسم الرب بارك أيها الأب القديس، أيها المسيح إلهنا الحقيقي، بشفاعة أمك البتول الطاهرة البريئة من كل عيب وجميع أبرارك ومختاريك، ارحمنا وخلصنا بما أنك صالح ومحب للبشر. اغفروا لي يا إخوتي من أجل المسيح. الله يغفر لك أيها الأب القديس. لنصلي من أجل سلام كل العالم. يا رب ارحم. من أجل المسيحيين الحسني العبادة الأرثوذكسيين. يا رب ارحم. من أجل أبينا ومتروبوليتنا جورجيوس وكل أخويتنا في المسيح. يا رب ارحم. من أجل الغائبين عنا من آبائنا وإخوتنا. يا رب ارحم. من أجل الذين يبغضوننا والذين يحبوننا. يا رب ارحم. من أجل الذين يرحموننا ويخدموننا. يا رب ارحم. من أجل من أوصونا أن نصلي لأجلهم نحن غير المستحقين. يا رب ارحم. من أجل نجاة الأسرى. يا رب ارحم. من أجل شفاء المرضى والمعذبين بالأرواح النجسة. يا رب ارحم. من أجل اعتدال الأهوية بخصب الأرض بالثمار. يا رب ارحم. من أجل المسافرين بنية حسنة في البحر والبر والجو. يا رب ارحم. من أجل تعزية الحزانة. يا رب ارحم. من أجل كل نفس متضايقة. يا رب ارحم. من أجل توفيق الطلاب ونجاحهم. يا رب ارحم. من أجل هداية الضالين وتوبتهم. يا رب ارحم. من أجل الأزواج الذين لا أولاد لهم. يا رب ارحم. من أجل الأزواج المتخاصمين. يا رب ارحم. من أجل العاطلين عن العمل. يا رب ارحم. من أجل تأييد الدعوات الكهنوتية والرهبانية والرسولية. يا رب ارحم. من أجل الذود عن بلادنا وأحلال السلام فيها. يا رب ارحم. من أجل العناية بالأرامل والأيتام. يا رب ارحم. من أجل نفوس السابق رقادهم من آبائنا وإخوتنا الراقدين ها هنا وفي كل مكان، فلنقول من أجلهم يا رب ارحم. يا رب ارحم. يا رب ارحم. ونحن أيضا ارحمنا وخلصنا بما أنك صالح ومحب للبشر. Thank you.
بسلام.